بدأ أفراد الطواقم الطبية الذين يعملون على مواجهة تفشي فيروس كورونا في تونس بتلقي جرعات لقاح ضد الوباء مع انطلاق حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بعد تأخير لمدة شهر من موعدها المقرر، مما يرفع الأمال بوقف تفشي الفيروس في البلاد وعودة الحياة إلى طبيعتها. ضيفنا اليوم في الاستوديو مشاهدينا الدكتور سهيل العلويلي الاختصاصي في الأمراض الجرثومية وعضو اللجنة التونسية لمجاوهة فيروس كورونا. دكتور سهيل نورتنا، صباح النور. صباح الخير وشكرا على الاستضافة في بيروت. شكرا لك دكتور. للإشارة إلى كل مشاهدينا، طبعا دكتور سهيل موجود في بيروت للمشاركة في مؤتمر طبي، وأيضا نشير إلى حاجة مهمة جدا وانت تشرفنا بوجودك اليوم، وأنه أول ضيف يعود إلينا بعد توقف لمدة سنة عن استقبال أي ضيوف في الاستوديو طبعا بسبب تفشي الجائحة، ولكن دكتور سهيل ينضم لنا اليوم بعد الحصول على لقاح وبعد خضوع أيضا لفحص أكد سلامتك من الفيروس. الحمد لله على سلامتك ومرحبا بك دكتور. بداية خلينا نطمنوا على الوضع الصحي في تونس. تفشي فيروس كورونا نوعا ما نقصت أعداد الإصابات مقارنة بشهر جانفي، ولكن ما زال هناك عدد كبير منها. صحيح، هو احنا عشنا فترة صعبة من تقريبا من بداية سبتمبر إلى نهاية جانفي بداية فيفري، كانت عدد الحالات معناها كبيرة والوفيات كذلك كانت صحيح. كبيرة والله يرحمهم. الآن تقريبا معناها نزلنا في النسق متاع التصاعدي وصارت نوع من البلاتو، معناها العدد مازال معناها اعتبره انا شخصيا مرتفع، لان تقريبا في حدود 25 وفاة يوميا وهذا عدد مرتفع نسبيا لعدد سكان تونس 12 مليون، وهذا معناها يخلينا دائما حذرين، ويعني معناها لم ننتهي بعد من موضوع التفشي الكورونا هذا لسوء الحظ لسوء العالم كله تقريبا في نفس الوضع، في لبنان نفس الشيء. الأمل الوحيد حقيقة هو اللقاح الذي بدأناه في تونس كما قلت أنت الآن تقريبا منذ أيام، تقريبا معناها ثلاثة أسابيع نسبيا ثلاثة أسابيع من بداية التلقيح، وهذا الأمل مع بطبيعة الحال الحفاظ على كل الإجراءات الصحية. نعم. وهذا مهم جدا، يعني هناك بلدان تتحدث أنت دكتور أيضا، هناك بلدان تعود إلى أغلاق حدودها مرة أخرى، أوروبا تقريبا حتى فرنسا سمعنا وأنه رجعت إلى إجراءات مشددة من الأغلاق، ولكن تونس تفتح نوعا ما بعض الشيء، يعني تخفف في وقت حظر التجول، تفتح التنقل بين المدن، حتى بالنسبة للتونسيين الوافدين من خارج الوطن أصبح فقط الحجر مدة يومين وحجر ذاتي في المنزل بالضبط. مع إقامة فحص، يعني هل أنه استطاعت تونس نوعا ما السيطرة على تفشي الفيروس لتصل إلى هذه الإجراءات، علما أنه عدد كبير من الدول خايف من موجة أخرى قد تكون الموجة الثالثة أكثر فتكا؟ صحيح، هو حقيقة يجب أخذ بالعين الاعتبار كل النواحي الجائحة، فما طبيعة الحال النواحي الصحية واللي هي نركز عليها دائما من ناحية الغلق وتفادي معناها الاتيان من الخارج، ولكن لا ننسى الوضع في تونس صعب جدا من ناحية الاقتصادية والاجتماعية. صحيح. تقريبا منذ سنة الآن والمستوى معناها المعيشي نزل كثير، وهذا ما جعل الدولة والحكومة أن تأخذ قرارات يمكن بالتخفيف، ولكن تخفيف معناها حذر، هذا لا يعني أن فتحنا نهائيا. عملنا غلطة في جون سنة الفارطة، مش السنة هذه سنة الفارطة، فتحنا الحدود بطريقة عشوائية، وهذا معناها الذي خلى معناها الأمور تتطور في سبتمبر إلى الموجة الثانية. الآن هو الدخول إلى تونس طبيعي مرتبط بالتحاليل، وهذا مهم جدا البي سي آر، هذا أي تونسي يدخل تونس أو سائح لازم يكون معاه التحليل، ثم يقوم بالتحليل مرة ثانية بعد 48 ساعة للتأكد من صحة التحليل. صحيح. لأن حصلت نوع من في بلدان معينة فأتوا بتحاليل مزيفة ما بين قوسين، وهذا حماية للمواطنين في تونس طبيعة الحال، والإجراءات هذه معناها ممكن في أي وقت يقع التراجع فيها، إذا معناها كما العالم كله الآن يتصور ويتوقع موجة ثالثة، هذه معناها بدأت حتى مع الفاريانت معناها السلالة الجديدة التي تنتشر في العالم، إذا حصل وإن شاء الله لا إن شاء الله ما نبقى معناها في الوضع اللي احنا عليه، ولكن
اذا كان حصلت ممكن نتراجع وممكن ناخذ اكثر اجراءات معناها صارمه، ولكن الى اليوم خلي الناس على الاقل تشتغل شوي وتحرك يتحرك الاقتصاد في تونس. حقيقه الوضع معناها صعب جدا. صحيح كانت صعيبه جدا الاوضاع في تونس، وكما ذكرت دكتور شهر جوان وبدايه الصيف السنه اللي فاتت كانت بالفعل يعني وصلنا نتحدث على تونس كدوله من الدول اللي سيطرت على تفشي فيروس كورونا بصفر حاله على مده زمنيه طويله، ولكن مع الاسف تراجع هذا مره اخرى. تحدثت على حملات التطعيم، قلت هي الامل، اللقاح الان موجود في تونس ولكن تاخر كثيرا ليصل الى تونس. هو تاخر، ولكن لسنا وحدنا تقريبا في العالم كله الان. التلقيح هي معناها اخذت وقت. نعرف اخر تصريح لمنظمه الصحه العالميه يقول ان فما ديسكريبنسي، معناها فما ما بين الناس اللي عندها امكانيات وتشتري اللقاح بكميات كبيره جدا والبلدان اللي امكانياتها ضعيفه ولا تستطيع تحصل على اللقاح. والحمد لله احنا تحصلنا على اللقاح بطريقتين، طريقه الكافي هي نتاع الكوفاكس اللي هي معناها منظمه الصحه العالميه مع اليونيسيف مع البنك صندوق النقد الدولي، تحصلنا على كميه من اللقاحات اللي هي الفايزر، والان معناها الطواقم الطبيه تلقح بها، وكذلك حصلنا في نفس الوقت على كميه من روسيا اللي هو سبوتنيك في اللي تقريبا انتهت الكميه اللي انا كانت 30,000 جرعه. بطبيعه الحال هي جرعه ولكن تلقح معناها شخص على جرعتين، معناها 15,000 شخص وقع تلقيح الطواقم الطبيه تقريبا. من البدايه كان الزحم مش قوي جدا لان ممكن فما خوف من التلقيح، يعني طالبه التلقيح ولكن في الاخر خايفين منه، ولكن صحيح. انا سماها الانيرسي، معناها الناس خايفه، ولكن اخترأت الزملاء بداوا يلقحوا ناس معناها مشهورين في تونس كذا. فالان البارح مثلا كان زحمه على التلقيح على المرحله الثانيه اللي مع فايزر الان. الاطباء تقريبا والطواقم الطبيه والشبه الطبيه بطبيعه الحال ممرضين وغيرهم تقريبا انتهينا معناها من هذا ودخلنا الان في ال 75 سنه ما فوق، وبداوا من البارح وقبل البارح بداوا في التلقيح. هي عمليه معناها متواصله مع قدوم التلقيح. احنا الان اخذنا سبوتنيك، اخذنا بفايزر، ومتوقع قريبا مش تجينا كميه اخرى من فايزر، كذلك كميه اخرى من سبوتنيك، وكذلك من استرازينيكا تقريبا كميه لا باس بها. احنا نستعمل كثير من الانواع، ولكن لا يهم، انا رايي الخاص ايا كان معناها تلقيح من امريكا من انجلترا من روسيا حتى من الصين مرحبا به في الوضع اللي عايشه العالم الان. انا وحتى الدراسات اللي وقعت على كل التلقيح تقريبا ما فيش تلقيح حقيقه رغم اللي سمعناه على استرازينيكا وغيره، ولكن اغلبيه التلقيح هي راي ناشعه ولها فعاليه تختلف معناها في طريقه الصنع نتاعها وفي طريق معناها كيفيه معناها صنع التلقيح، ولكن في الاخر الهدف هو واحد، هو الحصول على المناعه ضد الكورونا فيروس. ذكرت حاجة مهمة دكتور، وهي أنه كانت البارح يمكن كان هناك إقبال أكثر، لأنه يعني بالفعل لاحظنا التوانسة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يعني التوانسة الكل تقريبا كانوا يطالبوا بلقاح. فجأة وقت اللي كان اللقاح موجود كانت المراكز نوعا ما خالية ولا وجود لناس تتلقى جرعات لقاح. يعني هل الخوف هذا نوعا ما مبرر عند التوانسة؟ لأنه بعض أيضا من التونسيين يقول نحن في انتظار أشخاص معينين يأخذوا اللقاحات، يعني الأطباء اللي شاهدوهم، لجنة مكافحة فيروس كورونا في تونس، يمكن حتى شخصيات سياسية لملاية، يعني هذا اللي التوانسة تطلب به، فما زال عندهم الخوف لما ما شاهدناش الناس هذوما تلقاوا اللقاحات باش على الأقل يعطيوا نوعا ما كما نقولوا نحن تشجيع للناس أنه تمشي تلقح. هل المجهود هل الطواقم الطبية مطالبة بمجهود مضاعف لنشر ثقافة التلقيح، أم أنه يمكن وأنه يجب أيضا سياسيا وأعلاميا يكون أيضا هناك توعية أكثر للمجتمع التونسي؟ هو حقيقة الأمر اللي ما كانش فما معناها حملة إعلامية قوية جدا قبل بداية التلقيح، والبداية كانت معناها صعبة شوية. صحيح كلامك، كانت حتى من ناحية الأطباء نفسهم معناها كانوا نوع من هو
أطباء أو مواطن عادي في الأخر معناها رغم اللي هو عندهم كل معلومات أكثر، ولكن اللي خرج في معناها في التواصل الاجتماعي في الإذاعات في الجرائد كذلك معلومات فيها كثير من الأنتوكس فيها كثير من الإشاعات. ولكن اللي حصل تقريبا معناها في الأسبوع الأول معناها التلقيح اللي نشرت هي متاع اللي أخذوا تلقيح كانوا معناها من الأطباء، الوزير الصحة كان من أنا شخصيا لقحت تقريبا منذ 10 أيام الآن أكثر يوم الاثنين مش هذا اللي قبله مع تقريبا أسبوعين الآن، وإعلاميين خرجت معناها وبدأت. أنا دائما أقول لهم قلهم في الإنرسي من الأول معناها القطار كي يتحرك لازم دفعة قوية جدا وبعد وقت يأخذ الطريق. إحنا الآن في الطريق لأن اللي لاحظناه البارح قبل البارح معناها الناس صارت تسجل بكثرة على المنظومة. وصلوا تقريبا 450 ألف أعتقد، أما يمكن أنه الرقم زاد 45 ألف ولكن زاد الرقم تو تقريبا حوالي 700 ألف معناها في ثلاثة أربع أيام رفع الرقم ارتفع بطريقة رهيبة جدا. وهذا معناها لأن الحملة الإعلامية حقيقة بدأت الآن، وناهيك اللي احنا كذلك ليس لنا كمية كبيرة من الفاكسين. أنا قلت لك الآن الكميات اللي عندنا حاليا لا تكفي للشعب التونسي، احنا الأمل هو 5 ملايين، 5 ملايين ونصف من نصف المجتمع لكي نحصل على المناعة الجماعية. الآن معناها الكميات الموجودة تكفي لنسبة معينة من الشعب اللي هم الأولوية كما قلت سابقا الكوادر الصحية، ثم اللي عمرهم فوق 75 سنة، بعد ذلك يأتي من 65 إلى 75 مع الذين لهم أمراض معناها مزمنة، فالكميات معناها ستأتي تباعا، ولذلك معناها الناس تترقب أصلا وصول اللقاح. هذا اللي يتوقعوا لكي يسجلوا معناها على إن شاء الله. هذا اللي نتمناه نحن دكتور. ماذا عن المجتمع الوقاية؟ هذا ما زلنا يعني الآن بعد سنة كاملة من فيروس كورونا وأكثر من سنة تقريبا، ولكن خلينا نقوله في دولنا سنة تحديدا، نذكر بشهر مارس كان الإغلاق التام وبداية التفشي وأولى الحالات. يعني ما زال عنا في بلدان تونس مثال كبير، وأن العالم أو الناس ما زالت مش مقتنعة بفكرة الفيروس، لا نرى الكمامات، لا نرى إجراءات التباعد الاجتماعي. يعني ما الحل يمكن أن نصل إلى توعية كاملة إلى المجتمع بالفعل على اتخاذ كل إجراءات الوقاية؟ لأنه مع الأسف ما زال هذا موجود، وقد يكون هما السبب أيضا في نقل العدوى إلى أشخاص أخرين يكونوا يقوموا بالوقاية بشكل أكبر. هو ما دام احنا معناها ما وصلناش للوضع المناعة الجماعية اللي هي تقريبا لكي نصل اليها تقريبا حوالي 65-70% من المجتمع. اما مرض معناها 20-30% مرضوا بالكورونا والبقية تلقحوا، سنبقى معناها تحت الجائحة وتحت العدوى، ولذلك معناها كل الاجراءات الصحية اللي هي لبس الكمامة، التباعد، غسل الايادي، الابتعاد عن الاماكن المكتظة ستبقى كما هي، حتى ولو وقع انسان معناها وقع تلقح معناها اخذ اللقاح يبقى لفترة طويلة كذلك يحمل الكمامة. اللي في تونس معناها كل بالمصري زهق معناها تعب من موضوع الكمامة، فهي اب اند داون قاعد نلاحظوا كثير في تونس. تجي فترات الناس تخاف تلبس الكمامة وتراها في الشوارع في كذا، ثم تراجع. وهذا معناها الحملة الإعلامية الناس كلها على بالها تقريبا معناها تعرف لكن نوع من التراخي خلينا نقوله ما نقولش كلمة أخرى التراخي. وهذا معناها وقت يسمع اللي فما حالات في العائلة متاعه مرضت أو كذا يرجع يخاف من جديد. هي موضوع معناها شد حبل معناها ما بين التوصيات وتطبيقها على أرض الواقع. يبقى حقيقة للموضوع معناها إلى أن ننتهي نهائيا من هذه الجائحة وإن شاء الله يا رب معناها عن قريب إن شاء الله، لكن يبقى كل الإجراءات معناها ملتزمين بها ويجب أن نلتزم بها للحفاظ على معناها نسبة عدوى ضئيلة جدا معناها يقولوا الأرتية ذي يسمونه الأرزيرو يكون تحت الواحد معناها نسبة العدوى تكون تحت على مستوى المجتمع كله تحت معناها 0.6 0.5 هذا سيبقى معناها مستحيل، هو ريسك زيرو مستحيل معناها باش ما يكونش. ولكن كما وصلنا في تونس في الصيف الفارط معناها الحمد لله كنا نسبة ضئيلة جدا وان شاء الله نرجع. انا شخصيا نتذكر في تونس وقتها في شهر اوت تحديدا يعني وكانه بداية شهر اوت نتذكر التوانسة ما كانوش يعني لابسين الكمامات، لا كان ما كانش موجود. هو راه في نقطة يمكن
لم يتطرق عليها كثير الإعلام، وهي ما إحنا عنا حظ في التواجد في بلدان اللي هي طقس متاحة طيب. كثير الناس يتصوروا أن الشمس هي تقضي على الفيروس، لا هو مش الشمس، ولكن التواجد خارج الأماكن الضيقة، معناها تو المقاهي المطاعم اللي موجودة في الهواء الطلق، نسبة العدوى تكون أقل بكثير من الأماكن اللي هي معناها في البلدان الباردة أو في عندما يكون في مطر، الناس تدخل أماكن ضيقة مسكرة فالعدوى تكون أكثر، وهذا يمكن الحظ اللي عندنا معناها في البلداننا، معناها سواء هنا في لبنان أو في تونس، نعيش أكثر خارج البيوت عندما تسخن الدنيا، وهذا يقلل طبيعة الحال من هذا ما نتمناه. معناها الآن من هنا فصاعدا الطقس حيكون أسخن، مع بداية الربيع الناس تخرج الأكثر في الهواء الطلق ويكون نسبة العدوى أقل، ولكن يبقى أن التباعد لازم هو معناها القاعدة أصلا، اتخاذ كل إجراءات الوقاية، نعم، الكمامة والتباعد الاجتماعي، وإن شاء الله على أمل أن يصل اللقاح إلى الجميع وننتهي من هذه الجائحة قريبا. دكتور سهيل العلويني الاختصاصي في الأمراض الجرثومية وعضو اللجنة التونسية لمجابهة فيروس كورونا كان معنا اليوم كأول ضيف بعد سنة كاملة الغياب عن ضيوفنا في استوديو صباح نور. بالفعل تشرفنا جدا بوجودك معنا اليوم. تشرفت أكثر. يعيشك دكتور. شكرا لك. نتمنى لك إن شاء الله نهار زين وعودة موافقة إلى تونس إن شاء الله. شكرا لك.